السلام عليكم واهلا بيكم في قناه فادي فارس النوعات. معانا فيديو جديد يا جدعان، فيديو عن التمساح الفأس. طبعا بشكركم بجد بجد بكل معنى الكلمه على 1000 مشترك، وان شاء الله فيديو السحب هينزل، بس انا في موبايل جالي كمان 3 ايام ان شاء الله، على اساس ان انا هنقل القناه عليه واصور لكم السحب. انتظروا ان شاء الله. ده تمساح فأس، احنا في موسم تماسيح الفأس. طبعا تماسيح الفأس دي بتبقى ضعيفه، ولازم تجيب حاجه سره مقفوله يعني بالمنظر ده كده. بصوا التمساح ما شاء الله عليه فايق واكل عندي، برضو هاكله تاني قدامكم. بصوا دي السره المقفوله زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كنت جايب واحد معرفش تعبان هو حاليا، هوريه لكم دلوقتي. كانت صحته كويسه لكن فجاه مش عارف ايه اللي حاصل له، يعني شكله هيودع زي ما انتم شايفين كده، ما فيهوش اي عصب وشكله طبعا هيموت. لكن بصوا الفرق بين ده وده، بص دوت، بص الدين ما شاء الله بيتحرك ازاي، وهياكل ان شاء الله دلوقتي قدامك. طب ايه معلومات عن التماسيح؟ التماسيح لازم تربى في حوض ويكون كل ما المكان واسع كل ما احسن. هحطه في علبه عشان بصوره حلو علشان يتحرك وكده، ولازم حراره. والتماسيح بالنسبه للفأس، بالنسبه لاكلها ممكن تاكل يوم او يوم لا، ده كويس زي ما قلنا يوم ويوم. طيب اكلها ايه؟ ممكن ناكل سمك شير بولتي، ممكن ناكل بسله، بس كل ده حاجات صغيره جدا، قطع صغيره، يعني مثلا زي السمك الشير دوت. بصوا يا جدعان قد ايه، يعني ده كله كبير، مثلا حته زي ديت سمكه زي ديت، بصوا قد ايه، ما تجيش حقوله صوبه حتى، ودي كبيره كمان. يعني نحاول نقطع قطع صغيره، وممكن قطع بانيه، بس الاسماك مفيده جدا ليه. طيب نجرب ناكله كده حته، بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو هجم عليها، مسك زي ما انتم شايفين كده. انا ما اعرفش هو بلح ولا لسه، بس شكله بلح. طبعا ارجع شويه كده عشان لو احب انه ياخد ميه او حاجه. طبعا على ما اظن هو كده خلاص اكل. التمساح عضني يا جدعان، تمساح عضني، تمساح عضني. هقفل الفيديو، هحاول اسلكه لان بجد يعني هي عضته، كنت انا اعمل فيديو عن عضته. لو عضته هي الصراحه هي مش ضعيفه، هي قويه جدا برضو وبتقلم، وعلى ما اظن ان انا ممكن اكون اتعورت. جدعان عورني، تعوره خفيفه جدا مش باينه، هي بسيطه جدا، بس هو عشان ما مسكنيش جامد. لو مسكني جامد برضو كان هيقصر، لكن مش لدرجه ان هو مثلا يقطع الصبع او كده، لان ده تمساح فأس مش اللي هو الحجم اللي هو يأذي وكده. حتة تانية هي صغيرة، زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، عايز ياخدها مني زي ما انتم شايفين كده. هاي عديني تاني يا جدعان، انا ما اظن ان هي دي كبيره، ممكن اخدها منه واصغرها مش عارف الصراحه. سبحان الله زي ما انت شايف ماسك ازاي، هحاول ان انا اخدها منه واديله قطع اصغر. مش راضي يسيبها خالص، انا ممكن اقطعها من دلوقتي طبعا قطر زي كده. كده هي صغرت بالنسبة له، كده هيعرف ياكلها على ما اظن. طبعا مش هي ما شاء الله عليها، هنشوف هل هيعرف ياكلها ولا لا. كل يدوس ويشترك في القناة. بعتذر يا جدعان، كان عندي تليفون مهم زي ما انتم شايفين، لسه هو ماسك مش عارف الحكاية وليه مش عايز يبلعها على طول. هجرب ان انا المسه كده واشوف ايه اللي هيحصل. اهو بدأ انه بيحاول، بس هي اسنانه ماسكة. سبحان الله سبحان الله، شايفين المشهد ده، بيشرب مية كمان. على ما اظن بدأ يا جدعان انه يتحكم، اهو بلح
جامد جدا. مش هينفع اكتر في الاكل قوي، لان هو ايه ما شاء الله شهيته مفتوحه جدا. طبعا لازم تقطع له قطع صغيره عشان ما يشرقش ويموت، او ممكن انه يموت او كده يعني. قطع صغيره جدا يعني، دي السمكه دي او الصوبه دي كده كبيره. قطعت له قطع صغيره خالص اهي. طب عايزين برضو نعرف ايه معلومات عن التماسيح مثلا، هل هي لو كبر هياكلني وكلام من ده. عامة هي التماسيح لما بتبقى في القصر بتبقى سلوكها مختلف عن في الطبيعة، لأن أنت بتبقى متعود تأكلها بإيديك وكده، لكن هي طبعا برضو فيها شراسة وفي شخصيات وكده. لكن هو إن هو يكبر وكده ده بياخد وقت طويل جدا يعني، ممكن في السنة كاملة يبقى 80 سنتي طبعا. وفي التماسيح ياما جدا في من الفأس بتموت لأنها بتبقاش واخدة على القصر. أنا معرفش إيه اللي حصل بس هو ماسكها كده. ده دي السمكة اهو. زي ما انتم شايفين كده. وطبعا التماسيح بتميز بديولها الطويلة اللي هي بتعوم بيها زي ما انتم شايفين. لكن هو يكبر ويأكلك ده هو هيحتاج وقت كبير جدا يعني، مثلا يعني ما اقدرش احدد على حسب برضو اهتمامك بالتمساح. لو انت مهتم بيه قوي زي ما بقول لكم ممكن في السنه يبقى 80 سنتي، او بيجي فأس 25 من 25 ل 30 سنتي. ده يوم لما يبقى فأس كبير قوي، فهو ان يقعد معاك سنه يبقى مثلا 80 سنتي. فتربيه التماسيح دي حاجه جميله جدا، وانا عن نفسي شايفها حاجه بجد ممتعه. بالنسبه لعملتي مع التماسيح، لا بجد هو كائن جميل جدا، من اجمل الكائنات اللي انا بجد ربيتها يعني، زي ما انتم شايفين كده. ده لسه طبعا يعني عمره مثلا بتاع اسبوع او حاجه زي كده. انا بحاول ان انا هو خلاص بيبلعها، بس هي كبيره شويه برضو. كل ما تصغر الاكل بيبقى احسن ان شاء الله. هنجهز حوض التمساح برضو ونوريكم لما حوض التمساح يجهز. طبعا يا جدعان هديله قطعة تانية صغيرة، لأن التمساح غلط برضو إنه ياكل ياما، بالذات إن هو فأس مش عارف هو بيعمل إيه يعني، ممكن ياكل من غير تفكير. هنديله حتة كمان أهو زي ما انتم شايفين كده على طول. يا جدعان خدها بلح. طبعا التمساح اللي بيبقى كده ده حاجة كويسة جدا، بإذن الله يكمل معانا ويكبر. ممكن أجيب تمساح فأس تاني، بس هي دي الحتة رفضت معايا لأن كنت جايب حتتين فما كانش فيه نصيب قوي يعني، لان الحته الثانيه زي ما انتم شايفين متوقعش انها هتعيش، متوقعش انها هتعيش خالص، منعت اكل وخلاص، متوقعش انها هتعيش. بلا هنديله ان شاء الله حته. انا بحاول اكل التمساح يا جدعان اللي هو الذوق اللي هو التعبان دوت، بس مش شايف النتيجة يعني. هو بيعد الأكل بس مش بياكل، أنا يعني مش عارف ايه السبب. هل مثلا ممكن نقص في درجة الحرارة؟ هنجرب نديله آخر حتة طبعا علشان ما يتضرش من كثر الأكل. هدي له اخر حته، هي كبيره شويه بس هديها له، شوف هيعمل معاها ايه. هو لسه مبلعش على ما اظن الحته اللي ببقه. سبحان الله ما شاء الله عليه. طبعا تمسح شهيته دي كده، دي تبقى حاجه كويسه جدا، وان شاء الله يكمل في الاسر. هحاول اعمله كده عشان يبلع بسرعة. بس خطف حتة يا جدعان، خطف حتة من الأكل. يبلع بس ده عشان ما ينفعش أكله يعني. لسه برضه ما بلعش، بس خطف الأكل يا جدعان، خطف كل الشراسة مبالغة. طيب دي كده يكفي، والفيديو ده يكفي كده ان شاء الله. انتظر فيديو السحب.
ممكن بعد بكتيرها قوي اسبوع، وممكن برضو من 3 ايام لاسبوع يعني فيديو السحب ان شاء الله هينزل على صورين الشيلوس اللي وعدتكم بيهم. وبجد شكرا ان انتوا يا جدعان وصلتوني ل1000 مشترك، وعايزين دعمكم يعني كله يدوس لايك عشان الفيديو ينتشر ونوعي الناس وكده، وان شاء الله تنتظروا فيديو السحب. دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام عليكم.